相声呢就不能这么说了，单口相声也这么说，一个人站在台上先鞠躬。哎，我怎么到这儿来了？先做个自我介绍，我是北京大。先做个自我介绍，我是北京大学的一名留学生，来自 A 级，我的中文名字叫王帅。اختار اسم وان شوي واسمه عصام. كان يدرس اللغة الصينية في جامعة عين شمس المصرية، وسافر بصفته الطالب المتبادل إلى جامعة بكين للدراسة قبل 8 أشهر. عرف فن الحوار الفكاهي خلال دراسة اللغة الصينية، وأعجب بهذا النوع من شكل التعبير الفني المفعم بروح الدعابة، وبدأ طريق دراسة الحوار الفكاهي. 想连天，这就是阿宇的毛病，他没有上音儿，他这都是全是想连天连天。想连，我也说错了。哎，你爱说什么说什么。连天，想连天，哎，想连天，哎。我跟我从来没见过面。بعد فترة من الدراسة ذهب عصام إلى مسرح مسابقة الحوار الفكاهي الشعبية في مدينة تيانجين، آملا تلقي قبول المشاهدين. 老板，这豆腐多少钱？一块，两块，一块，两块，一块，一块，两块，还是两块一块？ولكن يبدو أن المشاهدين لم يقبلوه بسبب غموض نقطة وعدم إيجاد الإيقاع الصحيح. وبعد العرض ذهب عصام مع فقرته من الحوار الفكاهي إلى المعلم يان جيا باو لطلب الإرشاد. 说严厉点呢，就是这段相声不叫相声，就是不叫相声，明白吧？就是不能叫相声，因为相声它需要它的很多技巧，需要它的程式化动作。你现在只是把相声的模型搬到了舞台上。من وجهة نظر المعلم لم تكن لدى عصام قدرة تقديم العرض بشكل رسمي. 机会呢是留给有准备的人，好吧？看你的表现，到时候4月28号，兴许我高兴了就把你给抻上来，再说一段啊。رغم ضآلة الأمل في تقديم العرض على المسرح، غير أن عصام لم يتخلى عنها بل استمر في الممارسة آملا تحقيق حلمه يوما ما. 我的梦想就所有的中国人知道有一个叫王帅，来自 A 级，他也说相声，他也说得很好。اقترب موعد العرض الرسمي، وما زالت إمكانية تقديم عصام العرض في المسرح غير معروفة حتى تاريخه. جاء مقدمو عروض التقاء الحوار الفكاهي بالأجانب من عدة دول، حيث يحب غالبيتهم الثقافة الصينية وفن الحوار الفكاهي مثل عصام. انفجرت عواصف من الضحك في المسرح، إذ أن العروض المقدمة من الأكثر خبرة رائعة للغاية، مما زاد توتر عصام المنتظر في الخلف، لكن ليس أمامه إلا مزيدا من الاستعداد والانتظار. فجأة أخبره يان جيا باو أن يستعد للعرض. إن هذه البشارة سرته كثيرا، لكنها ولدت لديه ضغوطا كبيرة. عصام أحمد محمد خليل علي إبراهيم ريان سكران محمد.
三月阴阳天，任务到村边，时间刚刚好，炮火香连天，香连天。تميزت هذه الفقرة من عرض الحوار الفكاهي بسوء تفاهم ناتج عن الاختلاف الثقافي بين البلدان ودمج محتويات الثقافتين المختلفتين بين الصين ومصر بشكل أكثر، وقد حظي عرضه بقبول الحضور هذه المرة.